بغيت نسقسيك سؤال، واش تفضلي راجل يتصاحب معاك بمعنى الكلمه او لا تفضلي تلاقاي براجل اللي غادي يتزوج بك؟ اي بي سي تري سامبل، الا بغيتي الراجل اللي غادي يتزوج بك غنعطيها لك في البلاصه، الا طبقتيها غادي تلقاي الراجل اللي غادي يتزوج بك. علاش؟ حيت الرجال عزيز عليهم لي فيلا ديال الشرا، ما عجزش عليهم لي زابارتمون ديال الكرا. وانت براسك الا جيتي غدا تشري ان شاء الله باذن الله ان بيان ايموبيلي، واش لينيرجي اللي غادي ديري على اون فيلا باش تشريها هي لينيرجي اللي غدوزي على ان ابارتمون الكرا؟ نو، ان ابارتمون الكرا حالو ساهل، كتخلصي ان لوايي، كتجيبي الاتات ديالك، عجبك هو هذاك، ما عجبكش كتمشي بحالك، كتقولي مول الدار هاك هاسواتاتك، ودارو اصلا ما كتهلايش فيها. علاش؟ كتقولي وانا غير مؤقته في هاد الدار. ولا ساليتي كاع كتقدر كاع هذيك الدريسه تعيطي لشي واحد تقول له شوف عرفتي كتعدي واحد البارتمان في الناس يسير تكون فيها راه تعجبك دار ديال الشرا، سي با لا ميم شوز، فيلا ديال الشرا هز ودز ودير لي كريدي وسير شوف في البنك وجد دوسي كريدي واتيدي لا سوم اللي عندك، واش غادي يعطوك الكريدي ولا لا؟ ومنين كيعطيوك الكريدي واش غادي تقد على الدريتا ولا لا؟ كيفك ما كيعطوك الكريدي حتى كتشوف هذا هنا، ومني كتشوف هذا هنا شنو كدير؟ اي بال فيلا ديالك كتهلا فيها، اراك البخور في الصباح واراك الدشفاف واراك التسياق واراك لا موبلومون ديال الفريع واراك التهلو وعندك اي با يا اختي لا فهمتي هذه؟ علاش ما كتفهمهاش مع الراجل؟ الراجل لا لا ما باغيش برطمان الكرا، ويلا انت حطيتي راسك في النخاله غينقبوك الدجاج، حيت الا حطيتي في راسك في مرتبه ديال انت برطمان الكرا غادي يكريوك وبس ولا غير. بغيتي شي واحد يتزوج بك ديري في مقامك بلاصه فيلا ديال الشرا، نخرج للزنقه نقول انا زنقه عرس ختانة كنازه شريكه فيما كنحس براسي انا فيلا الشرا. شنو هي فيلا الشرا بوغ اون فام؟ عندي دي ستاندار الفي، عندي باش انا توصل ليا بحال الا وصلتي للقمر، ماشي داكشي ديال هز دز كلمه جوج ديسبونيبل ما ساليه راسك ما عندك ما يدار. شوفي غنعطيك واحد الحاجه بغيتك تفهميها، الدماغ ديالنا عندنا دي كونيكسيون نورونال، واخا عندك لاكاز اللي هي سميتك اللي نفرض سميتك اسماء، لاكاز اسماء وهذا السيد تلاقيتي به سميتو سي محمد، كاز اسماء مع سي محمد، سي محمد عنده لاكاز ديال اسماء خاويه فيد. لي بروميير انستون لي بروميير ايشانج اللي غادي ديري انت وياه غادي يحطك في واحد لاكاز، غيحطك في واحد لاكاز اللي سميتها هذه سهله ساهل، اللي بغيتها كنديرها بها، مساليه قبه فيما نعيط لها كنقول لها نخرجوا واخا، ناكلوا واخا، نسافروا واخا، اولا او كونتخيغ هذه غنحطها ديريكت في اون كاز اللي سميتها فيلا اشتي. علاش؟ ما مسالياش فيما نعيط لها، خصني نعيط 10 المرات قبل ما تجاوبني في التليفون، كنعرض عليها 20,000 مره قبل ما كتقبل، وحالها صعيب خصني نخمم ليها ونضرب لها التخميم 20,000 مره قبل. كيفك الراجل قبل ما كيوصل لك هذا كيرجع لهنا، كديري راسك في واحد المرتبه اللي سميتها فيلا اشتي. الوغ دابا خليو ليا اون توت اونيتي دوبوي هاد لا فيديو فين كنتيو؟ واش كنتيو في اون فيلا اشتي الله يكمل بخير؟ واش كنتيو في ان ابارتمون الوي؟ كتبوا لي ابارتمون فيلا، اي فرانشمون خليكم كونيكتي باسكو يلاه بديت لا استراتيجي ديال كيفاش غتوليو احسن فيلا في السوق اللي الناس يبغيو يتخاطفوا عليها. اوكي، ما تفلتوش الناديات ناهد رشيد، جو سوي لا بور فو دوني ان بون كو دو في او فيس تو لي ماتان باسكو دي فوا سايد. Et là, j'ai choisi de vous donner un coup de pied aux fesses pour trouver l'amour de votre vie. Aula le garde.